المباراة القادمة لفريق الشباب القبائل أمام فريق شلغوم العيد في الجولة الواحد والعشرون من الدوري الجزائري لكي تشهد المباراة ما عليك فضل نتغذى بزيارة لكل شراء وشكرا لكم ملعب الموصدف في المباراة ملعب أصطاد 1 نوفمبر 1950 في توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 9 ليلا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة 10 بتوقيت القاهرة والساعة 11 بتوقيت قطر والسعودية والإمارات اما بالنسبه للقنوات النقل المباراه انا موقع رسمي فريق الشباب الناقل الحصري للمباراه وسوف تلعب يوم 5 4 2023 وعشرون لكم فرجه ممتعه لا تنسوا دعمنا بالايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الخاص ترزق على لكل اللي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القويه والمقبله ونراكم موعيد موعد في موعد قادم